روق 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 يا حبيبي روق. شوفي يا أمل، كل ساعة بدك تلبخي له. الله يرد عنك يا شوشنية، دايما عم نعذبك. لك الله يقصف عمرهم، واحد عدوه ما له قلب يعمل فيه هيك، كيف ابن ضيعته؟ إلهم الله، هو بيعرف شو بده يعمل. شوفي يا أمل، أنا مشغولة، بدي روح شوي لعند رستم أفندي وبرجع بعدين بطل عليه، وأنت ضلك لبخي له ما تنسي. طيب يلا عسل إيدك، بخاطركم يا جماعة. الله معك. يلا بخاطرك يا أمل. كتر خيرك يا شوشلية. عيب يا أمل، نحن مجبورين ببعضنا، وعلى كل حال كل ساعة بتعملي له لبخة وخليه نايم على بطنه. يسلموا إيديك ونكفيك بالفرح. أنا رح روح لعند رستم أفندي. معلش يا أمل، بس مشان ما يزعل مني وياخد على خاطره، وكمان مشان أعرف هالبني آدم بشو عم بفكر. يلا بخاطرك. الله معك. كل الحسابات حسبتها، بس هيك لا. بسيطة، المهم بكرة نعرف شو بدنا نعمل. لو واحد ما شو فينا نعمل تنعمل، لازم ينعمل شيء على مستوى الضيعة كلها، وإلا ما بتصغر إلا ما تكبر. عمي عبد الله، عم فكر سفر الصبع أستراليا. أستراليا؟ لا يا عمي، شو بدك بهالشغلة؟ انت مين بيبقى معك هون؟ بتسافري وبتبقي انت بنتك لوحدكم؟ شو عليه؟ مندبر حالنا وانت معنا. يا الله ساعدني. انا ما بيطلع مني شيء. انت بتعرف انه صار عمري بحياتي 80 سنة يا عمي. مش احسن ما خليه هون وكل يوم بكره يعمل لي مشكل مع رستم وظلم رستم؟ رستم. رستم من زمانه بيجي هالشل نص الضيعة على المهجر وعلى المدينة. بس مش ليش منخليه يكفي على الباقيين. طيب شو بتنصحني؟ بروح بشتكي على رستم، كيف ما عملنا جرسة وبكره اهل الضيعه بيعرفوا، ساعتها شو بنعمل؟ ويعرفوا، لازم يعرفوا حتى يحكموا ضميرهم ويقولوا الحق على مين. شو هالجريمه اللي عملها الصبي؟ بنته بعتت وراه، بيبعت زلمه بياخذوه عن العين وبيربطوه بالقبو وبيجلدوه. بالعكس، المفروض يعرفوا، بلكي بيتحركوا وبيوقفوا بوجه القهر والاستبداد. بيريح كان دور فلان وفلان، اليوم دور وسيم، بكره مين بيعرف دور مين؟ لازم يعرف انه بهالضيعه ما بينعاش الا بالمحبه والتسامح والالفه. شو بك زعلان؟ بتروح معي على الضيعة شوي؟ يا ابني ليش عم تقهرني؟ رد علي. كتر خيرك يا رب. انت هنية يا عمي، الله يهنيكي بحياتي. يا ربي شو خطيتي تخمين؟ شو بكي؟ رح يجنني وسيم، رح يجيب لي اخرتي. من يوم الحادث بحكيه وما بيرد علي وبيضل قاعد لحاله، بذكرني ببيه وبتصرفاته. يا عمي لانه شاعر بالاهانه. عمي عبد الله
قوم حكي بركي بيرضى منك. لا اتركيه هلا، قصة جديدة ومصدومة من اللي صار معه. شاب وبينضرب هيك قدام الناس أكيد صعب عليه. هالحالة رح تقضي عليه مثل ما قضيت عبيه قبل منه. قوم حكي. بكرة خيو جاي وبيحكي معه، اثنين شباب بيفهموا مع بعضهم. أنا بعتقد بيستحي مني هلا، بعدين بحكي. بس أنا فكري مش مرتاح، خايف يتصرف له شي تصرف يكون أرعن. يا بنتي اتركيه هلا، القصة بعدها وبعدين لحاله بيروق، لأنه هلا إذا حكيناه منفتح له جروح ومسمي له بدنه زيادة. الله يساعدني عليه. ما تكبري القصة قدامه، وسيم بعد ما نضج لا عقليا ولا نفسيا، فاتركيه لحاله، خليه هو يفكر ويحلل ويشوف حساباته. وليش دخلك خيو غير شكل؟ خيو بحياتي ما حسيت فيه ولا يوم حسيت زعجني بخبرية أو قصة. المثل بيقول البطن بستين بجيب أشكال وألوان، مشان هيك بتشوفي كل عقلية وتفكير وأطباع وتصرفات، وهيدي الناس وهي الحياة. شو بعرفني؟ ما عدت أعرف شي، دخت. لا تدوخي ولا شي، روح اعملي لك شي شغلة اعمليها بتتسلي وبتنسي، بعدين تركي الأمور الوقت بحلها. يمكن معك حق، رح روح، بس دخيلك انتبهلي عليه ليقوم يعمل لي شي قصة. يا أمل يا عيني يا حبيبتي، كتر الغنج والدل على الولد بيطلعوه ضعيف، ونحن ما بيسوى نحسسه بضعفه ونضل نقر على راسه. لا نحن لازم نتركه هو يفكر ويحلل ويفتش على الغلط وين. نحن علينا ننصحه بس، مش نفرض عليه أفكارنا فرض وبالقوة. كمان معك حق، انت بتعرف اكتر، خليني روح. انتبه له دخيلك. الله معك. ما عليك. وينك يا نبيلة؟ تعي يا جدة تنكمل حديثنا. تعي شو نبيلة؟ ما بدنا نكفي حكايتنا يا جدة. ما بعرف شو هالعيشة، صرت عم بتمنى الموت ألف مرة بالنهار. يا 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 لا يا جدو لا، حدي بيتمنى الموت لحاله؟ تركيه هلا، مع إنه لحقين علي بعبيب. شو بكي؟ عم تبكي؟ يا ريت يا ريت في عم شي، يا ريت مني بهالحالة، كنت على القليلة قدرت ساعدت أمي. أنت عم بتساعدي يا عم بتسيب البيت وعم بتكنسي وعم بتطبخي وبتغسلي، وهذا كله مسيري بالبيت هون. صرت بعرف كل مطرح وكل زاوية عن الغايب. بس لا بس ولا شيء. لك يا جدو، انت اذا بدك تساعدي عن جد ما لازم تخليها تشعر بالاشياء ناقصتك ولا تحس بمشاكلك، حرام امك رح تموت كرمالك. بعرف بس لك يا بنتي بتدلع تليني همكن قد ما هي حنونة، اعملي مثل ما انا عم بقول لك والا بتخسري. يلا ما زال خلصته مثل العادة، كل واحد يحمل صحنه وياخده عجالة. يلا عافيكم. رئيس جيب لك نارة مزبوطة؟ لا منيح. تاخد فنجان قهوة تاني؟ فنجان شاي تاني؟ لا بكفي. باهي باهي. نعم معلم. منين جبتها الساعة؟ احكي بسرعة منين جبتها الساعة؟ عطاني اياها زبون. عطاك اياها يما سرقتها. احكي الدغري احسن ما تنجلد. شو؟ مش صرنا مفهمينك 100 مرة انه السرقة ممنوعة؟ بعد ما حفظت النظام؟ بلا. طيب تظهر من هون وما بتخليني اشوف صورة وجهك بقى. يلا يا معلم. هلا لا لا وين بدي روح؟ معلم كرمالي مصعب هالدقن، وين بدي روح بالليل؟ اتركه ينام لبكرة. طيب الليلة بس بتنام هون، وبكرة قبل الضو تاخد الساعة وبتردها مطرح ما سرقتها، فاهم؟ يلا عالنوم.
رئيس انت قاسي ما بترحم، بس بعض المرات قلبك طيب مثل ولاد صغار. بكرة الصبح بدي اياك توعي لباهي رد الساعة وبتلحق تشوف اذا عمل اللي قلت له اياه. حاضر. تعشوا منيح الولاد. ايش اكلوا دست مجدرة وثلاثة كيلو خبز. يا ابو العدس حرام عليك، استحليت شي نهار تعمل لهم غير مجدرة لهالولاد، رح يفرخ العدس بمعدتهم. لك رئيس العدس مسمير الركب، العدس كله حديد، العدس بغذي منيح 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 وبوفريطة يعني رخوصة، والطبخة بتكفينا على يومين. طيب طيب اقعد. شفت ابو صندال اليوم؟ شفته. قال لك شي؟ قال لي لو بيقتنع المعلم منا ومنوحد جهودنا منعمل شركة انا وياه ومنوسع اشغالنا. لا لا انا ما بتعامل مع هيك ناس. لك ولا انا، هيدا ابو صندال ما بيعجبني ابدا، الله يستره مني. لايك رئيس ما تقبل معه. شو انا مجنون؟ المهم هلا فهمته ما يقرب صوبنا ما يخلي اولاده يفوتوا على مناطقنا. معلوم، قلت له لايك اول مره مرقت على خير، بس لايك ولا تاني مره ما بتعرف شو بصير. عفاك. قال لي لا 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 يا عمي، شو انا مستعد اعلن على الرئيس ابو كرباج؟ ليك رديت لي يا معلم. اسمع، بكره الصبح بتوعى بكير بتوعي باهي يروح يرد الساعه، وبتلحق اوعى تخليه يشوفك، ها بتشوف اذا رد الساعه ولا لا. لعيونك رئيس. رح ناخذ الساعه. تصبح على خير. وانت بخير. رديت امبارح يا تقبرني. الهيئة اليوم صحتي كتير عدماني ومش منيحة. طيب عم تاخدي الدواء مثل ما قالك الصيدلي؟ عم باخده بس الهيئة مش نافعني. تفضلي هولي مصاري بركة عشتي شي. يا امي بعد معي، وانت ليش مش عم تجي تنام هون؟ يا امي شغلي فارض علي هيك، وان شاء الله قريبا بصير اجي نام معك بالبيت. الله يخليك يا امي، الله يخليك، انتبه لحالك. ما عليك مني، المهم انت تنتبه لحالك، والمهم اكتر انك تاخدي الدواء حسب الاصول ومثل ما قالك الصيدلي. الله يرد عنك ولاد الحرام. بكرة انا بصير شغل كتير مليح وبصير اجي نام معك هون، وبركي كمان منشوف شو غرفة غير هاي ما يكون فيها رطوبة. ايه ايه يا امي، الله يوفقك ونمسك التراب يصير ذهب بإيديك. يلا أنا بدي روح، ما في أخر. يا حبيبي ما تطول تتشق علي، الله معك. Thank you.
قبل ما تمشي. بعد كم يوم بدك تنزلني معك. تكرم عيونك خير. بدي ابقى اجيب نتيجة الامتحانات. بأمرك ولا يهمك، ما بزيد الا على خاطرك. يلا الله معك سلم. من الصبح أنا وماشي، هلأ حتى وصلت هلكت. الحمد لله على السلامة. طمنا، كيف كان الفحص؟ اشتقت لك يا ابني. وين خيي وسيم؟ فوت فوت. خيي فادي، جيت؟ كيفك نبيلة؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ وين وسيم؟ كيف عملت بالفحص؟ قدمت وناطر النتيجة. إن شاء الله عملت منيح. أنا عملت منيح، بس أنت كيلي على الله. وين وسيم؟ ما عرفت؟ بشو؟ فوت تنخبرك. نبيل عملي لنا قهوة. بابا عيونه عم فكر، صار لازم انزل على بيروت. مش بكير؟ لا، صار لازم اتسجل بالجامعة. بعدك مصرة على الجامعة؟ شو بدي اقعد هون بالضيعة؟ هيك انا والشجر والصخور، شو في هون غير كترة الحكي والسرسرة؟ طيب مثل ما بدك، بس عندي طلب. تفضلي. بدي انزل معي الحصان على المدينة. على المدينة؟ بكلف؟ لا، أنا بعرف نادي خيل بالمدينة، بحطه عندهم وكل جمعة بروح بركب خيل. وكمان بالنادي بكلف؟ ولو بابا عم تستكتر علي شوية مصروف. لا حبيبتي، ما أنا هالمصاري والأراضي اللي عم جمع على مين؟ كلها إليك. هيك بديك؟ شو أنا رح أعيش مرتين؟ أنا بدي إياك تعيشي مبسوطة، ومبسوطة كتير. بس قديش بكلف؟ ويكلف قد ما يكلف. في كتير من رفقاتي عندهم خيل بالنادي، مثلي مثل غيري. ايه بس طيب مثل ما بدك. بابا انت ما بتحبنا؟ انا؟ ليش انا عندي حدا غيرك حبه؟ فاذا تركني اتصرف على ذوقي، شو انا كل يوم رح اجي على هالدنيا؟ مثل ما بدك. شو قاعد عم تعمل وحدك هون؟ ما بدك ترد علي. طيب ما بدك تعرف نتيجة امتحاني؟ بدي. ما خبروك شو صار بغيابك؟ خبروني، والحق عليك انت وسيم. 100 مرة قلنا لك شو بدك برستم وبنته؟ ابدا. انا بفرجيها هي وبيها. يا خيي شو بدك فيهم؟ غض عن الشر وغني له. انتبه لحالك، لأمك، لأختك، لعمك، بعدين بكره أنا نازل على المدينة حتى أكمل دراستي، اتكال عليك، وأهلك بحاجة إلك خيي. بسيطة، أنا بفرجيهم، وبفرجي رستم الكلب مصرياته وجاهه وشو بدهم يعملوا له. كنت افتكرت بنته أحسن منه، طلعت أنحس، الواطي. قلنا لك ما كنت تصدق حتى وصلت لهالمواصيل، دقيت الباب، سمعت الجواب. واحد وسخ وسافل ومنحطه وبنته. بس على كل حال وين بده يفلت من بين ايدي؟ الايام بيناتنا وتبقى قول وسيم حكي. يا خي شيل هالافكار من راسك بقى، اذا مش كرمالك كرمال عائلتك. مشي معي مشي معي. اتركني هلا بلحقك.
خيي مشي معي، انا مش فيلل من هون الا اجي على اجرك. قلت لك هلا بلحقك وسيم. قومي قومي تروح لعنا يلا. لا عادي خلينا هون. حش بقى تتغنجي كلهم كم يوم وكم ساعة ورح تتركي هالضايعة. الهيئة ما رح أقدر أترك الضايعة. غريب ليش اسم الله؟ يا ريت بقدر شوف وسيم وأعتذر منه. حش بقى تخرفي وتفكري تعمل لنا مشاكل. شو بكي؟ رح تعملي لي رفيقة إبليس وما بتفكري غير بضرر الناس. ما بعرف، حاسة حالي غلطانة ولازم أعمل شي كفر فيه عن ذنبي، وإلا رح فل من الضيعة وأحلف يمين أني ما بأرجع له. الصفلي بس أنا ما تدخليني بمشاكلك لحد هلا، وبعد ما خلصت من لسان بيك ومن لسان بي وأمي. أنت شو دخلك؟ الوقت لو ما مني ما كنا شرحنا على العين ولا شفنا وسيم ولا إجوز لبيك. ما تخافي ما بقى رح دخلك بالمشاكل، أنا صرت راشدة وبحق اللي أتصرف مثل ما بدي. أعملي اللي بدك بس أنا تركيني بعيدة. مرت الماضي ما قدرت تخلص من لسان بي وامي ولا قدرت تسكتهم. بسيطه هالمره خليكي على جنب وتفرج علي من بعيد شو بدي اعمل. شو بك جيت؟ في شيء؟ لا ما في شيء. وليش تركت اختك وخيك؟ خيي واختي باحلى حال، خصوصا خيي وسيم. يا ابني يا فادي ما بعرف، انا خايفه حاسه كانه مشاكل ناطرتنا. يا ريت فيك تاخد خيك معك على المدينه. معقوله وصل فيك الخوف لهون؟ يا ريت فينا كلنا نترك هالضيعه بيكون احسن. انت عم تقولي هيك؟ انت اللي بتحبي الضيعه والارض؟ يا فادي انا خايفه. وطي صوتك امي اذا سمعنا حدا بيضحك علينا. يا تقبرني ما بدي اخسر خيك مثل ما خسرت بيك، بكفيني مصايب وعذاب، تعبت يا فادي. مش كاني عم بحكي مش مع امي، كانك انسانه تاني. يا ريت في حدا يقدر يشتري هالارض وهالبيت تهجن الضيعه انا وياكم. امي انت كم مره خبرتيني انك كنت تتخانق انت وبيي حتى ما يسافر ويترك الضيعه؟ كم مره يا فادي يا ابني؟ مش انت اللي كنت تقولي لي انك ما بتبدلي شوك ضيعتنا بزهور الدنيا وما بتبدلي الخرب العتيقة بضيعتنا بقصور العالم؟ بكفي يا فادي، بكفي تزيد علي وتذكرني باشياء حابة انساها بسبيل خيك، كرمال ما حدا ينكزو بشوكة، كرمال الليالي اللي قضيتها عسريره، كرمال التعب يلي تعبته حتى تكونوا مرتاحين ومبسوطين. ما بدي اياك تكوني هالقد متأسرة، ما بدي زيد هم فوق همك، ان شاء الله ما بيصير شيء. وشو بعد بدي اعمل هون؟ لا بيك رجع ولا عرفنا عنه شيء، والعذاب يلي تعذبوا المختار والشرطة ما نفع. وبعدين؟ طيب روقي ما بقى تنفعلي. اخ رستم الكلب البلا احساس البلا ضمير، ما بيهمه غير مصلحته، مستعد يحرق الضيعة تيولع ارجيلته. هو كان السبب بقولتنا، ما رح خليكون السبب اخرتنا. اخ يا رستم انت الوحيد اللي خليتني اشوف هالضيعة مقبرة. وسيم شو بدك؟ قعدت أتسير أنا وياك شوي. عمي عبدالله هون؟ لا راح على الدكان وراجع. شو عم تعمل؟ ماشي قلت بشوف هالبرودة إذا بدها تنظيف وتزيد. لشو؟ كيف لشو؟ تنحافظ عليها.
فوت ردها لمطرحها فوت. يا خي بدك تخوتها لأمي؟ ليش بدي اخوتها؟ إذا نظفت البارودة بيكون بدي اخوتها يعني؟ يا خي مرق لك شديقة من دون مشكل. مش شو عم بعمل؟ ما عم تعمل شيء بس اعطيني البارودة لهون. اتركني بدي نظفها لك الصدي أكلها. يا خي هاي البارودة ما بها شيء، بعدين مطرحها مش هون مطرحها جوا، بعدين هاي كلمة تصدي كلمة تتقل قيمتها. حلو، حلو كتير يعني إذا أنا نظفتها انتزعت البارودة. أنا ما قلت هيك، بس بعرف شو عم بيدور براسك. أنت ما بتعرف شيء. حش بقى عامل لي حالك فيلسوف زمانك. يا خي بتصرفاتك رح تجيب اخرتها للماما. انا ما عم بعمل لها شيء. مش ضروري تعمل لها شيء. المهم انك ما تعمل اشي تزعجها بعدين. بتعرف اذا بيصير لها شيء امي بتكون انت السبب. انت السبب وشو؟ عم تتهمني انه انا بدي اقتل امي؟ يا عيب الشوم عليك، ما بقى تتعاطى معي فهمت؟ خد الله يريحنا من هالضيعة. إلك ساعتين عم تعمل حسابات، ما دخلت بابي؟ يا بنتي يا حبيبتي إذا الواحد ما بيعمل حساباته منيح ما بيوصل مطرح ما بده. اللي زمان بدي أسألك وكل مرة بنسى. تفضلي اسألي. هالدفتر صار لي زمان بشوفه عندك، ليه ما بتغيره؟ ليه ما بتستعمل إلا قلم رصاص؟ ليه ما بتستعمل ستيلو مثلا؟ سألتيني وسؤالك وجيه وأنا رح جاوبك واحذري لي لأنك بنتي ولازم تعرفي. شايف هالدفتر؟ هذا عمره أكبر من عمري. صحيح، من أنا وصغيرة بشوفه عندك. وبدك تعرفي ليش بستعمل قلم رصاص مش ستيلو؟ لا، ما أنا سألتك. فإذا اسمعي، هذا الدفتر كبير وبيهدي، وأنا عندي زبونات، وكل زبون له حساب عندي، ولكل زبون صفحة بأيد علي شو بدي منه. بقى لما بيجي زبون بده يدفع دفع على الحساب. نعم. بمحي المبلغ وبأيد شو بقي لي دغري. وهيك لو كنت بأيد بالحبر ما كان فيه محي. بهالطريقة بوفر دفاتر، بوفر حبر، بوفر 8 ريش و8 ستيلو. فكرة معقولة. الجاحظ ما سبقك عليها. جاحظ؟ مين هو هذا الجاحظ؟ واحد كان عايش بالتاريخ. طيب بدك مني شي؟ لوين من غشار؟ بدي أخذ الحصان أعمل لي برمي ودي على الضيعة. ايه بس ما تطولي وتشغلي لي بالي. لا شي ساعة وبرجع. ناطرك على الغدا. طيب. مين الجاحظ ها؟